devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement. جينا باش نمثلوا صاحب جلاله الله ينصوف هذا التنصيب ديال الرئيس السنغالي اللي تم يعني الدعوه ديال المغرب، وكنشوفوا بانه يعني مكانه مشرفه للمغرب من الدول القليله اللي تستدعت لهذا اللقاء اليوم، وكانت مناسبه انه نبلغوا السيد الرئيس رساله ملكيه من عند صاحب جلاله، وكذلك نبلغوا بانه المغرب يعني بلد فعلاقته مع السنغال تاريخي وعلاقته علاقة قوية وكبيرة.